السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين يا رب تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، بنسمي الله ونصلي على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تاني يوم إفطار في رمضان يا حبايب قلبي، النهاردة برضو اللمة والحبايب. ربنا ما يحرمنا من اللمة الحلوة، ويحرمنا من الحج والحاجة يا رب، ولا يحرمني من كل حبايبي وكل متابعيني. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وانتم في هنا وسعادة. النهاردة يا حبايب قلبي بقى ان شاء الله هنعمل الفراخ مشوية زي ما انتم شايفين كده، بنتبلها من بالليل ونسيبها في التتبيلة ونعلق عليها، بتبقى سريعة جدا وجوسي من جوه وزي العسل المشوية. وبعدين بنشويها في الفرن، تاخد التحمير كده في الفرن فوق وتحت، بتبقى جميلة جدا 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 زي المشوية بالظبط، واحلى من المشوية كمان لانها بتبقى بايتها في التتبيلة بتاعت تنور رز بسمتي. ومعاكم يا حبايب قلبي وكل سنة وكل حبايبي وكل متابعيني بهنا وخير وسعاده يا رب، ويحرم على جسمكم المرض، وبلغنا معاكم يا رب ليله القدر وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا يا رب كده يتقبل منا الصيام والقيام، ويعنا ويعنا على الصيام والقيام يا رب العالمين. وده طبعا الرز البسمتي يا حبايب قلبي مع الفراخ المشويه. مش عايزه اقول لكم الريحه طالعه من السمنه البلدي ايه. كل سنة وكل رمضان وانتم طيبين يا حبايب قلبي، وعدت علينا وعليكم بخير يا رب. وطبعا يا حبايب قلبي حطينا عليها الصوص بتاعها بالشكل ده، ونحطها في الفرن اهو، تاخد ايه، تاخد لون، ونرجع لكم تاني زي ما انتم شايفين بالشكل والجمال ده، ما شاء الله تبارك الله. وده طبعا الشكل النهائي لسه بتتحمص، لسه بتتحمص اهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. افطار اليوم اهو يا حبيبة قلبي، اليوم صدقة عن عيدة أم نوارة وصدقة الخالد وحمود وبتحة، وأم علي وخالد وبتحة وحمود وفاعلات خير. ماليش بركة إلا أنت يا خالة أم علي، إلا أنت عشان خاطر خالة أم وليد. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا حبيبة قلبه، واجعلها في موازين حسناتكم إن شاء الله. ده عيش ودجاج أهو يا حبيبة قلبه، ده موز وعصير وبرتقال. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا حبيبه قلبي، ووسع علينا وعليكم وعلى كل مسلم يا حي يا قيوم. الصدقه اليوم، الصدقه اليوم عن عيد ام نواره، ربنا يجعله في موازين حسناتكم ان شاء الله يا حبيبه قلبي. ماليش بركه الا انت عشان خاطر خالت ام خالد، والا انت يا خالت ام علي. صدقة عن خالد وحمود وبتحة، وام علي والخالد وحمود وبتحة، وفاعلات خير مع ام علي، اثنين فاعلات خير مع ام علي. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. ربنا يزيدكم ويزيدنا من واسع فضله ورحمته، فانه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، يا ارحم الراحمين. ربنا يوسع علينا وعليكم يا حبيبه قلبي، ويرحم جميع موتاكم موتانا وموتى المسلمين يا حي يا قيوم. الله يزيدنا ويزيدكم من واسع فضله يا رب. احلى افطار مع احلى مزيان، احلى افطار صايم مع احلى مزيان. كل سنه وانتم طيبين، وكل حبايبي طيبين، وكل متابعيني طيبين، وانتم هنا وصحه وسعاده يا ارحم الراحمين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. حبايب قلبي، ده الشكل النهائي بقى بتاع افطارنا النهارده. اتفضلوا معانا بقى عليكم وعلى بقى الفراخ المشويه. ده شكل الفراخ بعد ما تشوط في الفرن، الفراخ المشويه، وده الرز البسمتي ما شاء الله تبارك الله. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. ده احلى خشاف، ده طبق الخشاف بقى احلى خشاف. ده المخلل بتاع الحاجه ما شاء الله تبارك الله، تحفه، شكله يفتح النفس. الرده بتاعتنا، اتفضلوا معانا بقى عليكم وعنا بقى الف هنا وشفا. وما تفوت السلطه الخضراء، ما حدش غنى عنها طبعا.
كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي، عدت عليكم وعلينا بخير وعلى كل مسلم يا حي يا قيوم. ربنا يتقبل منا الصيام والقيام يا رب، صالح الأعمال يا رب. ربنا يزكوا ويزيدنا من واسع فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا الله. وإلى اللقاء، فاضل فيديو آخر، ودمتم في أمان الله.